مع أسلامي الحباب أروح نقول له وصمتي بيا واش راني حنقول لك اللي حبت تخدم معانا مع هاد الشركه الايطاليه في التجاره الالكترونيه وتخدمي من دارك وتسترزقي قوتك وحتعاوني الاهل تاعك التحقي بينا التحقي لينا وتحقي بالمشروع نتاعك حيكون مشروع نتاعك يعني المشروع نتاعك رايحة تبدايه من الصفر ما عندكش راس مال تحطيه راس مالك هي لازم تشري أداة العمل اللي هو النوتي دو ترافاي اللي حيكون مشوار نتاعك هاد لوتي دو ترافاي هما كي تشري راه رايحين يحلوا لك المتجر الالكتروني يعني حيحلوا لك ان بوتيك اونلاين وحتستفادي 50% من المنتوج تاع الشركه يعني هاد لوتي دو ترافاي راه رايح يكون بدايه المشروع نتاعك هي لا فاليز هاد لا فاليز هاد لا فاليز شوفوا شحال شابه هاد لا فاليز تروحي عند يعني حبابك ناسك جيرانك تقولي لهم انا راني نبيع في الريحه تعطي لهم لي زيشانتيون هادو باش يشموا الريحه اكيد راهم رايحين يعاودوا يجوا عندك ويشرو الريحه هاد لا فاليز تتباع 120 اورو هنا في فرنسا اما في الجزائر تتباع 98 اورو زيد لها لا ليفريزون حتكون 113 اورو اون الجيري هادي فيها 133 ايشانتيون هذا هو حيكون بداية المشوار نتاعك سي تان نوتي دو ترافاي كيما ان بولونجي كيما ان ماسون بلومبيي لازم له ان نوتي دو ترافاي اما هادي يعني صغيرة بزاف هادي صغيرة حتكون 60 اورو هنا في فرنسا 48 اورو اون الجيري علاش 48 اورو اون الجيري باسكو في الجزائر ما تخلصوش لا تي فيا ما تخلصوش الضريبه الضرائب بلوتو باردون وما تخلصوش لا السر تاع الخدمه نتاعك راهو في لا فاليز هاديه هادي لا فاليز رايحة تلحقك للعالميه وحتكوني سيده اعمال هنا في اوروبا ب 120 اورو ولا 98 اورو اون الجيري الصغيره راهي تتباع 60 اورو هنايا في فرنسا 48 اورو في الجزائر هادي راك حتسترزقي قوتك وحتحوسي على الخدمه وتسترزقي وتخدمي تخدم مشروعك حتكون مشروع نتاعك يعني حتولي باترون كما نقولوا في الجزائر عندك لا كارت بروفيسيونيل وعندك لي فاكتور ويلحقوا لك السلعه حتى لدارك وين راكي في الجزائر ولا وين راكي في اوروبا ما عليك غير تلتحقي بينا انا عندنا دي فورماسيون تربص يعطونا دي فورماسيون غراتويت وانا هنايا باش نعاونكم باش نكون سبه في النجاح نتاعكم ما عليكم غير تلتحقوا بيا يا الاحباب الى اللقاء لا فاليز لا فاليز لا فاليز لا فاليز هذا هو السر في الخدمه تاعنا